اليوم عيد الفطر السعيد، ثاني يوم من ايام عيد الفطر. نحن كدفاع مدني حبينا نشارك الاطفال بهاليوم، بعيدا عن المجازر، بعيدا عن العمل، بعيدا عن الحرائق. حبينا نشاركهم بافراحهم، حاولنا نقدم البسمه، حاولنا نقدم ضحكه بطريقه بغنيه، وزعنا عليهم كتيبات، وزعنا عليهم نصائح، بعض الالعاب البسيطه، بعض الاذكارات البسيطه، لعل وعسى نقدر نرسم البسمه على شفاء الاطفال اللي معانوا بالحروب، اللي عانوا من القصف طيلة هالفترة، طيلة الثورة المباركة. والله عيد الدفاع المدني الله يعطينا العافية، كل سنة هن سالمين، وزعوا لنا ألعاب ودفاتر، وزعوا لنا هدايا، شوفت عينك، وزعوا لنا هدايا فيهم أكلات، وفرحونا بهالعيد المبارك. الدفاع المدني الله يحميه، الدفاع المدني الله يحميه.